شكت روحي ويا ما نده القلب بشرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوت ونوحي تهون علي الصار فوح يا ريحة سلم أحباب القلب لا لا ولا لا يا بلا نقول الله الله أكبر يا وطن اسمك مطرس بالذهب والفضة الله أكبر يا وطن يوم الوغى ننده نقول الله الله أكبر يا وطن اسمك مطرس بالذهب والفضة لنهاب العدا ولا توب الردى لنهاب العدا ولا توب الردى إلا العالي بعلا الله 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 يوم الوغى ننده نقول الله لا لولا لا يا بلالا شامي بين الرجالة بالفارس حارس على باب من نور طرف شالا بابك غالي في غلال عيون طهر وصل اطرابه يوم المحن منصور الله اكبر يا وطن بابك غالي في غلال عيون طهر وصل اطرابه يوم المحن منصور لنهاب العدا ولا توب الردى لنهاب العدا ولا توب الردى إلا العالي بعلا الله 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 يوم الوغى ننده نقول الله يا ما شكت روحي ويا ما نده القلب بشرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصار فوح يا ريحة سلم أحباب بالبداية لازم نتعرف على منشأ الفاعلين من أي مكان وبأي حي موجودين بسرعة. كيف سيدي؟ بتبلغوا كل رؤساء المخافر لاجتماع طارئ بكرة الصبح. حاضر سيدي. مع السلامة. احترامي.
انزلوا بان عليك الامان. جوعان وميت من جوعي يا مو. ما عاش الجوع تقبر قلبي. انزل بدل اوعيك وغسل وشك بكون حضرت لك الغداء. لك الله يخلي لي اياك يا احلى ام بهالدنيا كلها. ما قلت لي يا مو شو صار معك؟ هم حلم بشعيره؟ لا لك يا مو هذا سؤال بيسأل. اي روح لك هلا لك شي قرنه وتخبى فيها قبل ما يشرفوا الضيوف. انو ضيوف؟ حبيبات قلبك. ايه شو هالحكي يا ماجد افندي؟ معقول؟ مثل ما سمعتي ابو طالب، انا لما تبلغت بالخبر سكرت سماعه التليفون وجيت لعندك. وما نعرف مين هالنمر ابن النمر اللي عمل العمله من النحاره؟ لحد هلا ما عرفوا مين، بس حسب اللهجه اللي حكوا فيها معي من الحاكميه، الجماعه مصممين انه الليله بدهم يعرفوا مين هو. وصاير نفير عام قطعات الجيش ومخافر الشام. يا سلام، شو هالقضايا؟ لك شو هالجرأة هي؟ هذا اللي محير الجميع ومخليهم ينطوا ما يحطوا. لازم يحتاروا ماجد افندي، لأنه محاولة خطيفة الحاكم العسكري بذات نفسها شغلة كبيرة كتير، وأول مرة بتحصل من لما إجا الفرنسي لحد هلا. مشان هيك قلت لحالي إجي خبرك حتى تاخد حذرك أنت ورجالك، لأنه ما بستبعد بأي لحظة يذهبوا البيوت ويعفطوا العالم على أبو جناب. ولا يهمك ماجد افندي، كثر الله خيرك. أنا عملت اللي علي، هلأ بتسمح لي؟ لا يا ماجد أفندي، لسه ما طيفناك. لا يا أبو طالب، شو أنا جاي جربك؟ بس أنت بتعرف في ظرف المخفر ما بنترك. من هالناحية معك حق. خلصنا ابو العباس، خلصنا بقى روق شوي وما بدنا من العباس اشتلي. بيعز علي فراوي يا طلال، عارف كان رفيقي ومن ريحة المرحوم اخي الله يرحمه. الله يرحم ترابه، وشو كان مشتاق لطلعت محسن من الاسر. لك ورحمة الغوالي، لا راح اهدى ولا راح كن غير لطلع محسن وكل الاسرى من الزوم الفرنساوي وهي شواربي. يا بالاخير روحك، انت قد وقدود ابو العباس. روح اخي روح. شريف. عندك لوك؟ يعني باين من الحارة لأنه الصوت شح وقريب كتير. الله يجيب العواقب سليمة. قولي على طولي عمك حمزة لهلأ ما رجع، أحلى يصير معه شي كاينة. لا أيوه قولي على قلبي عليه، إن شاء الله ما بصير معه شي. أنت هدي حالك ولا تفوري قلبك. لك شلون ما فور قلبي وشلون ما أغلي إذا كان ابني برات البيت والرصاص بالحارة مثل زق المطر إلي لي شلون؟ يا خاف يا مال الشام. طلع شوفي المحسن شو بدها طلعي. لا حول ولا قوة إلا بالله. قل والله يا مال الشام. اجيت خالتي ام محسن اجيت. اي خالتي تقبريني شو هالطخطخة اللي برا؟ والله عيني علمك يا خالتي، بس شكله صاير طوشة كثير كبيرة بالحارة. فضائل الله والنبي. ان شاء الله خير خالتي ان شاء الله خير. خالتي بدي اسألك، عمك حمزة بالبيت ولا لا؟ لا والله ما له بالبيت، وتيتي نطم وحاطة المسكينة. تقبريني كنت بدي اسألك، اجاكم شي خبر عن محسن ابني؟ عمي حمزة ما عم يترك وسيلة ليجيب لك اخبار عنه، وعلى طول بيقلنا قربت طلعته وقربت طلعته، تفرج ان شاء الله. اخ متمنية اشوفه قبل ما اموت وكحل عيوني فيه. ولا تضل غالي، تضل غالي تقبريني. ان شاء الله بتشوفيه وبتشوفي ولاده ولاده كمان، طولي بالك. اخ على وهي زمائي. طب تقبريني قومي تعي لعنا اذا متوغوشة او خايفة، منا نتسلى مع بعض ومنا نتغيري جو. لا تقبريني ماني متوغوشة ولا لي خايفة، بس هيك قلت لحالي بركي باخذ لي شي خبر عن ابني محسن بطمن بالي. الله كريم خالتي الله كريم. لا اله الا الله. يلا عن اذنك. الله معك تقبريني، بس اذا عرفتي لي شو قصة هالطخطخة هي خبروني تقبريني بركي بيهدى بالي شوي.
أكيد خالتي أكيد إن شاء الله خير. سلمي لي على جدك أم عباس تقبريني. مفتاح عمي عبدالي شرف يا بي. بعدين غير وعيك وبرو مع رجال اللي يناموا برات الحارة الليلة. ليش غير شو صاير عمي؟ واحد زبرته وبطاي محاول يخطف الحاكم العسكري وقايمة لقيامه وجاهز لفرنساوي يلموا الخلايق على ابو شنم. يا الطاف الله عجل امرك. لك شلون؟ شلون اثنين كل واحد قد الفصحون بيهربوا من ايديكم وانتم كل واحد قد البغل؟ ولك شلون؟ ما بعرف والله يا سيدي. فسم الحداب. ولك شو فسم الحداب؟ ها؟ لازم القيتوا القبض عليهم لانه هدول بيزنون العلاقه بخطف الحاكم العسكري. حاولنا يا سيدي وضلينا ملاحقينهم خطوه بخطوه، بالاخير انت معقول لحضرتك فسم الحداب. شوفوا لك قسما بعزه الله عيونك ببلبصها، شوفوا لك حمار بدك تخلقهم مثل ما الله خلقك، لانه هدول اثنين بجوزوا العلاقه بخطف الحاكم العسكري، فهمتوا لك حمار؟ هلا ما صار شيء يا سيدي، مستعد داهم الحاره بنص الليل بجيب لك اياهم. لك شو هالحمار هاد؟ لك انت منين بيجي بالزكا؟ منين بيجي بالزكا؟ معقول نحن نداهم بيوت الحارة بنصاص الليالي ما بكفي صوفة الحمرة؟ ولك معقول؟ يلي بتشوفه سيدي. اسمعوا لك حمار، بتخلي العساكر بالحارة عم تنلغوا النغل، مفهوم؟ مفهوم؟ حاضر سيدي. يلا نلع. شو هالحمار هاد؟ رح يجلدني. معقول يكونوا ولاد الإمارية عاملين هالعملة؟ بجوز. يا مو هذا انت؟ يا مو ليش بقياني هلا بأرض ديار؟ لأني عم بستناك وقلبي عليك مثل النار. وينك لك أمي؟ وينك لقيامي؟ قايمة بالحارة على أقواص وطخطخة، قامت خفت. يا أمي صوت الأقواص بيكون حدا من أهالي الحارة متشاكل هو والفرنساوي، تعودنا على هي الدباجة، بقى ما في داعي تفوري قلبي. شلون ما فور قلبي وأنا ومال الشام لحالنا بالبيت؟ اليوم قلت لك الأقواص بالحارة مثل زق المطر. الله يخليك ويرضى على اسمك، لا بقى تتأخر لنصاص الليالي. ماشي يا عمو ماشي، تكرم عينك، ما بقى تأخر. وين مال الشام أنا شايفة؟ ايه اضرب أنا عليها. كمان هي التالية كان فاير قلبها وبدها تطمن عليك، بس الظاهر غلب النعاس وفاتت نامي. الله يرضى عليها ويبعث لها أيام حلوة مثلها. يلا يا عمو خليني فوتك على غرفتك تتسطحي وتريحي حالك شوي، حيقدن الفجر. يا ألو أعطيني النقيب فخري. شو في مستجدات يا نقيب فخري؟ ما بيهمني الدوريات الكتيرة والنفير العام، كل اللي بيهمني إنه نمسكهم بأقصى سرعة. الليلة بدي أعرف ولو طرف خيط عن الموضوع. الموضوع كتير خطير وما بيتحمل تأجيل، وكل ما أجلنا كل ما صار أصعب أكتر. ناطر تليفونك. شام عمي حمزة مش حمو لحمو. شو اللي منيمك على الشباك؟ كان صاير علقة وتخطخة بالحارة، خفنا يكون صاير معك شي. شحني قدامك عمي ما فيني شي. يعني انت ما لك دخل باللي كان صاير؟ لا عمي لا، اساسا انا الليلة كنت برات الحارة، كان عندي شوية شغل قضيته ورجعت. اكيد معلوم عمي معلوم.
بعدين الطخطخة شغالة بالحارة بين الفرنساوي والأهالي، يعني حالكم تعودوا على الديباجة أنت وستك، ما في داعي تفوروا قلوبكم كل ليلة. ما بدنا نتعود وما عاد تتركنا لحالنا. عمي والله أنا وستي أم العباس كتير عم نخاف عليك. عمي أنا قريبة عليكم قرب بياض العين لسوادة. قريبة علينا؟ قريبة علينا وعم تغطوا وما عم نقدر نعرف وينها؟ عمي البيوت خلقت للحريم والساحات من يوم يوم خلقت للرجال، ولا بدك ياني انت وستك قعد بالبيت عطال بطال لا شغلة ولا عملة؟ ما اختلفنا عمي ما اختلفنا، بس ما عم تتركنا لحالنا كثير عم يغلق قلبنا. لا تخافوا عمي لا تخافوا، الله الحامي. الله يديمك فوق راسنا ما يحرمنا منك يا رب. قبل ما انسى، شو صار معك بالحكيمة اللي قلت لي عليه مشان تيتي؟ على بنا ببحر الشهر الجاي يجي، واملي بالله كبير انه ستك تشفع على ايدينا الحكيم. يا ريت يا عمي يا ريت، مسكينة كثير محروق قلبها على حالها. وانا قلبي محروق، بس انت بتعرفي انه من وقت صابها المصاب ما تركنا باب حكيم يعتب علينا. بعرف لكن ما بعرف. يلا عمي يلا قومي نامي وريحي بدنك بتكوني تعبانة. ايه بس مو قبل ما تتعشى. لا عمي لا مالي نفس. انا حاطط لك العشاء بايدي، معقول تخجلني؟ لك ما عاش اللي بده يخجلك وحمزة ابو العباس عمك. قومي لشوف، قومي حطيني على العشاء قومي. مو ضروري تحبي او تكرهي كار الخياطة، لكن كل بنت لازم تتعلمها الكار. بس يابي انا ما لسه ما خلصت كلامي. لا تواخذني يابي تفضل. يرضى عليك يا بنتي، ما كتير بدي اخذ واعطي بهذا الموضوع. انا ما في يوم من الايام جبرتك تعملي شيء، بس كار الخياطة لابد منه حتى يضل بين ايديك سلاح. طيب كنا من الاساس ما تعلمنا بالمدارس وختمنا كار الخياطة. شي كل شي شكل لحاله لك بنتي. بعدين مي قال إذا تعلمتوا وكملتوا علمكم لازم توافوا عند هالشي؟ ما بيصير. أي نعم العلم بيفتح عقل البني آدم وبيعلمه كيف يتصرف بدينه ودنياه، بس كمان ما تنسي يا بنتي إنه الكار ضروري لحاجة الدهر والأيام اللي جاي. صحيح نحن هلأ عائلة ميسورة والحمد لله، بس ما بتعرفي يا بنتي الأيام شو مخبيتله للبني آدم. مزبوط أمي كلام أبوكم مزبوط. مريم صالحة، أنا وأمكم مو دايم لكم، مشان هيك لازم نأمنكم شي كار. الله يديمكم فوق روسنا وما يحرمنا منكم يا رب. الله يخلينا ياكم يا بي. خلص يا بي، كرمالك وكرمال أمي رح أتعلم كار الخياطة وما عاد زعلكم بنوم من اليوم ورايح. الله يرضى عليكم يا بنتي ويحميكم ويطعمكم أيام حلوة بجاه الحبيب محمد. تقبروا قلبي. تاتي بدي إلك شغلة بس ما بدي إياكي تزعلي. عمي ماله بالغرفة؟ شو هالحكي؟ شفتي شلون بدك تهزي بدنك؟ أكيد ما بدي إياكي تزعلي الله يوفقك. لك شلون بدك يعني ما هز بدني إذا عمك طلع من البيت بدون ما يسلم ولا يسألنا إذا بدنا شي ما بدنا شي؟ ما بكفي مبارح ما رجع على البيت لطلوع الضو؟ طب بركي هون ولا هون؟ يعني وين هون ولا هون؟ عم قلك انا قاعده هون بهالقرنة وما تحركت من طلوع الضو، يعني قبل ما يفيقوا العصافير. ايه معناته اكيد كاين عنده شغل وحامل حاله وطالع قبل ما انت تفيقي. اخ يا تيتي اخ قلبي المؤمن دليله يا تيتي، وين قلبي حاسسني وعم يقول لي انه عمك عم يحركش من ورا ظهرنا. انت طولي لي بالك لا تضايقي حالك مشان صحتك. ولك شلون بدك يعني ما ازعل اذا ما بعرف انه ابني وحيدي شو عم يعمل من ورا ظهري؟ قولي لي شلون انت المتعلمه، قولي لي تيتي مشان الله قولي لي شو اعمل. عيونهم شلون حاطين دابن ودابن هالولد، لا حول ولا قوة إلا بالله، لعنة الله عليهم. بعدين ما حسيره الله يحميه مثل الزيبق ما شاء الله. اي والله إذا بيصل راسه للسماء ما راح يحسني مسكون. شب بضاي يلا يا جماعة كل مين على شغله. شرب
عليك بعد ما افترقنا امبارح. شو صار معك امبارح؟ ضليت لاطي بالبساتين لحتى خفت حركه الفرنساويه، بعدين رجعت على بيتي نطلطهم فوق الاسطيح. بري عليك ولدك رح تمرق هالشغله على خير. والله ما بظني يا طلال. العم على السيره والعمل. انا بقول ناخذ الحيطه والحجر هاليومين نشوف شو بدهم يساووا هالطلاليه. يعني ما نكف مغياب عن الحاره؟ خلينا نكن اليوم لنشوف شو بدهم يساووا ومن بعدها منقرر. هي اللي بتشوفه بالعباس. شو بدي لك؟ مور بتمرون عند الشباب بتخليهم ياخدوا حذرهم مظبوط، وبس تخلص بتجي لعندي على الفرن المساء وبنحكي على رواق. صار ابو العباس. الله معك. فخامة الحاكم العسكري بيبلغكم تحياته وبيأكد لكم انه ما رح يقبل باقل من الامساك بالفاعلين، وانا شخصيا بضم صوتي لصوته، ولو ما حصل هذا الشيء انا رح اهدم الشام فوق اهلها. لازم يعرفوا اهالي الشام من كبيره لصغيره انه الاعتداء على فخامه الحاكم العسكري هو اعتداء على فرنسا. لذلك عندكم كل الصلاحيات اللي بتشوفوها مناسبه للامساك بالفاعلين. نحن بنوعدك سيدي ان شاء الله ما رح نقصر، رح نبذل القصارى جهدنا سيدي. رح يكونوا عند حسن ظنك سيدي. واكيد الجميع سيدي حريصين على سلامه فخامته وعلى هيبه فرنسا. وسيدي بالمناسبه في مكافأة مادية ومعنوية لأي شخص بيقدم أي معلومة، وبنفس الوقت ما رح نتساهل أبداً مع أي حدا بيتستر بطريقة أو بأخرى. أنا سمعت عن تسيب سياسة الأمن الماضية، بس هلأ بدي أكون تفهموا كتير منيح. هلأ عهد جديد وأساليب جديدة. مع السلامة. عفوا سيدي لو سمحت لي، في كلمتين حاب اقول لك اياهم بس ما حبيت افصح عنه قدام زملائي رؤساء المخافر. سيدي قول. يا خدامك راجل سيدي رئيس مخفر الاماريه. قول. اثناء تجوال دورياتنا سيدي بالاماريه لضبط الامن والامان، حسوا دورياتنا في تحرك مشبوه لشخصين سيدي. ومسكتوهم؟ للاسف يا سيدي هربوا باخر لحظه. متذكر بأي ساعة صار الحكي؟ يعني سيدي بدك تقول حوالي تنتين تنتين ونص بعد نص الليل. يعني بعد الحادثة؟ بالضبط سيدي. طيب برأيك وين ممكن يكونوا هربوا؟ شو هربوا سيدي ما هربوا؟ أعوذ بالله أنا متأكد بعدهم بالإمارة سيدي. اسمع يا رجل، رح نفوت هلأ على فخامة الحاكم العسكري وبدك تأكد له إنه الفاعلين من حي الإمارة. خدامك سيدي أنا بإيدك هي لإيدك هي. تفضل. شرف سيدي. Tu es sûr que ce mec le saccageur vient de quartier des mariés? S'il vous plaît سيدي يا ريت تحكوا معي عربي لانه انا ما اعرف فرنساوي سيدي انا اسف. هذا الساكاجور المخرب جاي من حي إماريه؟ طبعا سيدي متأكد 100%، وأنا سبق وقلت لحضرتكم سيدي هدول الناس عندهم سوابق بالتمرد والعصيان والتخريب وشغلات كثيرة سيدي. كولونيل quel est votre avis? C'est à vous de décider monsieur. Je veux une réponse claire et nette monsieur. Monsieur إذا حسيت بصدق كلام راجي أفندي فشو عم ننتظر؟ أنا بدي رد سريع. مشيو بنطلب من زعماء الحي تسليم المجرمين فورا. s'il refuse ne le donner؟ إذا صار هالشيء مشيو اتركني اتصرف بطريقتي الخاصة. كولونيل معك كل الصلاحيات. تحسين تنفذ. ميرسي مشيو. وصولك لحي الإمارية تطلب من المعنيين تسليم المجرمين خلال 24 ساعة. بس عفوا سيدي يعني بلكي ما تعاونوا معنا. بس خبرني. حاضر. وبتأكد لهم انه الجهات المخابراتية الفرنسية تأكدت انه الفاعلين من حي الإمارية. مع السلامة. أي خدمة تاني سيدي؟ نو. سلام. يا
لك يا رجال يا رجال، هي مو اول طوشه بتصير بالحاره، شو بنا هدوا شوي. ما اختلفنا على هالكلام يا ابو قاسم، بس شغله امبارح غير شكل يا اخي. مزبوط، دوريات فرنساويه فاتت طالعه بالحاره يا اخي. الشغله يا جماعه اكبر من قصه طوشه او علقه. شو بنا لك شو هالحكي ها؟ لك نشوف. ما بقول غير الله يجيب العوائب سليمه. يا بي خلونا نلتفت كل واحد منا لشغله احسن ما نكون بشي ونصير بشي ثاني. مزبوط، لانه باينته الفرنساوي مو مصلي على النبي منوب. لا والله مو مصلي على النبي. ليش الفرنساوي امتى كان يحب الخير لهالبلد؟ السلام عليكم. مرحبا يا باي، شلونكم؟ الله يعطيكم العافيه. علي وسليم برجال، طمنونا عنكم، كيف الشغل؟ والله ناشفه يا باي، ناشفه منوب. بين الله عمي ونعم بالله، شفناكم بخير. بالسلامة. السلام عليكم. السلام عليكم. ما بقول غير الله يرحم الغوالي. الله يسلمك عمي، تعيش بالرحام. سمعت الطخطخة اللي حصل يعني الليلة اللي مضيت؟ ايه سمعت لك عم. ما سمعت وين عرفت شو قصة معلم؟ صغيرة عمي، من يوم يومها بتعلق بين الفرنساوي واهالي الحارة. بس طوشة امبارح يعني على غير العادة، وما فكيت اطلع الضوء. قلنا لكم صغيرة، بيكون شي حدا علقان مع الفرنساوي واجا احتمى عنا هون بالحارة. بس يا معلم من بعد الحادثة ولهلا وعسكر الفرنساوي معشعش بالحارة مثل الدبابيك. والخلايق ضايجين، عم بيقولوا انه القصة هالمرة كتير كبيرة. ايوة الخلايق ضايجين والقصة كبيرة. صبوحي شو عرفها؟ انت شو دخلك؟ انا شو دخلني؟ خلصنا بقى انت وياه، شو بتكون انتو بالقصص؟ كل واحد فيكم يلتفت لشغله. يلا قوام. امرك عمي. امرك معلم. ناكلي ما انت من اجي بتعمل حكي يا ابو طالب؟ الليله الفايته ماجد افندي خبرني بالروايه. ايوه يا سيدي، مو قليل بنوب بنوب محاوله خطف الحاكم العسكري شخصيا يا جماعه. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلين وسهلين. اهلين ماجد افندي. ابن الحلال عند ذكره بيبان. شرف عمي. اهلين ماجد افندي. شو خبرنا؟ شو في مستجدات؟ هاي رجعتي من الحاكميه الفرنسيه. الوضع ما بيطمن بنوب يا اخوان. يا لطيف، اعطينا من الاخر. أعطينا من الآخر يرحم والديك. الجماعة ما رح يسكتوا على الإهانة أبداً، وبدهم الفاعلين لو هدوا الشافوا سكانة. يا ساتر. يا لطيف يا لطيف، تلطف يا رب. ومو بعيد يداهموا البيوت والحوانيت والدكاكين وينبشوا القبور كمان. لا والأجعل من هيك أنه هذا الكولونيل الجديد اللي مستلم الأمن حاطط الشر بين عيونه ومو مسمي بالرحمن أبداً كمان. حسبنا الله ونعم الوكيل. وزاد في الطنبور نغما. هلا اهم شيء تخبروا الرجال يطلعوا من الحاره، واذا في سلاح خلي ياخذوه معهم كمان. من الناحيه لا تاكلوا هم، انا راح اتصرف. معناته انا خبرتكم واطمنت عليكم. بالاذن انا صار لازم اروح على المخفر لانه ما بنعرف شو بيصير. الله يكثر من امثالك يا عمين. الله معك عمي. الله يعطيك العافيه يا ماجد افندي. اهلين ماجد افندي. ابو عدنان اسمع شيخنا. السلام معلم. تكرم عينك عمي. كله بده ترباي وراي يا ابني. شو جاي يسوي هذا الواطي بالحارة؟ الله يستر. يلا صبوحي يلا. شو بده يدكم يا زلم؟ حضرتك ابو ضاي. حضرتك معلم. شلون هيك من عندنا من الحارة؟ ايه سيد راسي من عندكم من الحارة. قول غير الحكي برضاي عليك يا راجي افندي، قول غير الحكي. يا شيخي مو انا اللي عمول الحكي، لو انا كنت عمول الحكي كانت بلعت السيرة. اللي عمول الحكي هو السلطات العليا الفرنسية يا سيدي. مو معقولة. انا ما بصدق ما بصدق. يا شيخي هن مو ناطرينك تصدقون او تكذبون، هن بدهم اياكم تسلموا الفاعلين. سلمهم الفاعلين؟ شو عم تحكي يا رجل؟ ليش نحن منعرفهم لحتى نسلمون؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا جماعة لازم تتعاونوا وتنبشوا الفاعلين من تحت الأرض لحتى ترفعوا البلاء عنكم وعلى الحارة. لك يا رجل شلون بدنا نمسك الفاعلين ونحن ما منعرفهم مين؟ أساساً اثنيناتنا هلأ عرفنا منك أساس الرواية. طيب بس إذا كانوا من عنا من الحارة من حقه حقيقي. شو بنا؟ يا أخي الجماعة عندهم معلومات إنه الفاعلين من عندكم الحارة، فهموها بقى يا سيدنا، فهموها. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كنت هيك عم تحكي واثق من كلامك، هات لشوف شو أسمائهم للفاعلين.
حسبي الله ونعم الوكيل. يا شيخي لو هن عارفين اسماء الفاعلين ما كانوا استنوك الا سلمون، فبوا يا سيدنا كانوا هن اجوا اخذوهم لحالهم. لكن شلون عرفوا انه الجماعه من عنا من الحاره؟ اخي المعلومات اللي عندهم بتقول الفاعلين قطع بت من الحاره، ولو ما تدخلت انا وترجيتهم وبوست ايديهم واجريهم كانوا بدهم يدهبوا الحاره من دون سابق انذار. ايوه لذلك الجماعة قالوا لي معكم 24 ساعة، سلمتوا الفاعلين كان بها، ما سلمتوهم اللهم أشهد إني بلغت، اللهم أشهد إني بلغت. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو قلتك يا أبو عزيز؟ ما بعرف شو بدي لك، تربطت إيدي يا شيخنا. هلا فك لي إيديك وفكر شو بدنا نساوي شو بدنا نعمل، لأنه الموضوع ما في لعبة منوب يا أبو عزيز. اسمع شيخنا، شو رأيك ندعو الليلة لاجتماع لكل كبارية الحارة ووجهائها ونقعد مع بعض ونشوف شو رأيهم ونحكي؟ إيه على بركة الله. العجين عويس بده خمير عمي. يلا شباب كفوا ايدكم يا رجال. امرك ابو ضاي. امرك معلم. السلام عليكم عمي. عليكم السلام. وين كل هلا؟ رفعت افندي هو اللي اخرنا عمي لان كان مرات الحانة. المهم جبتوا الحساب. شرف عمي شرف. ايوه سمعت لك سمع بالسوق انه الفرنساوي عرفوا اللي حاول يخطوه في الحاكم العسكري. منين طلع؟ من الاماريه عمي. اماريه والمساء. الحمد لله. بس الفرنساوي مهددين اهالي الحاره، اذا ما بيسلمون الفاعل رح يهدوا الحاره ب 24 ساعه. وعرفوا ليش كان بده يخطفوا للحاكم العسكري؟ والله يا عمي شي عم يقولوا انتقاما لابوه، شي لاخوه، شي لتحرير الاسرى، الله اعلم. لك الله محيي البطن اللي حملوه، شغله بترفع الراس. قولي عند المختار والشيخ عمر خليجوا لعندي. ابا لك شو طينه هالقبضاي اللي منشن على الراس الكبير؟ الله محيي اصله. العمى وشلون دري ولاد الحرام انه اللي عملوا هالعمله من عنا من الحاره عمي؟ هلا على قول راجي افندي انه عندهم معلومات بتقول انه الفاعلين من عنا من الحاره. ايوه وشو الدليل؟ ما لي دليل. انت عندك علم بهيك موضوع يا ابني يا حمزه؟ لا لا عمي انا منين بدي ادراه؟ هلا بسمع بالروايه منكم. طيب ممكن يكون نفر من رجالك عملوا هالعملة بدون علمك؟ أعوذ بالله عمي، أعوذ بالله شو هالحكي؟ أنا ما حدا من زلمي بيتصرف شيء من دون شوري. طيب مين ممكن يتجرأ ويخطف الحاكم العسكري من عنا من الحارة؟ مين يا جماعة مين؟ عمي أنا عم أقول إنه اللي مزبط هالرواية كلياتها هذا الواطي راجي، لا أهم ناس بيصفي حساباته مع أهل الحارة. طيب ليش ليعملها بهذا الوقت بالذات ليش؟ قال لحاله بيحطها بأهل الحارة وبيصفي حساباته معنا، هو من يوم يومه ناوي لنا الشر. معقول راجي افندي يعمل عملة يجر علينا الخراب وعلى الحارة؟ بيعملها عمي، بيعملها، ليش ما يعملها؟ ما بتعرفه لراجي وبتعرف عمايله العاطلة؟ طيب يا جماعة، ايمونا من هذا الحكي. خلونا هلا نفكر شلون نجتمع مع كبارية وجهاء الحارة ونفكر معهم شلون نرفع عنا هالبلية، ترى إذا صارت بتاخذ الصالح مع الطالحة. عاد حكينا ونبهنا على الشباب بالحارة يركنوا ويهدوا هالمدة هي، ما بعرف شو صار، ما بعرف شو جرى يا جماعة. يا شيخنا اللي صار صار وما عاد ينفع الندم، خلاص نفد مقدر. يلا عمي بالإذن. وين؟ عندي مشوار صغير عمي بقضيه برجع لك. ماشي اسمع لك عمي، نحن المسويات رح نعمل اجتماع، رح ندعي كبارية الحارة ووجهاء ونقعد كلياتنا نناقش الموضوع ونفكر شلون بدنا نطلع من هالبلية. خير عمي خير خير. يلا السلام عليكم. عليكم السلام. الله معك. اسمع شيخنا. نعم. شو رايك من هلا نروح وندور على كبارية الحارة
لكان بنصلي الظهر وبعدين نتيسر. يا كريم تفضل. على بركة الله. يا الله. مين؟ افتح انا افتح. علي ابو العباس فوت. مصيبة يا طلال. مصيبة. خير شو في؟ الفرنساوية عرفانين من ورا محاولة خطف الحاكم العسكري. يا محمد على السيرة. هلا كنت عند المختار ابو عزيز وهذا الخسيس راجي جايب تهديد لكل اهل الحارة، إذا ما بنسلم الفاعلين خلال 24 ساعة راح يهدوا الحارة على روسنا. ايه شو ايه؟ الشيخ عبد الرحمن سألني قدام عمك ابو عزيز إذا أنا أو رجالي بنعرف شيء عن الرواية. وأنا كذبت. هي أول مرة يا طلال أنا بكذب. لا تكبرها يا عباس، لا تكبرها. لك شو لا تكبرها؟ لك شو لا تكبرها؟ الحارة مهددة تنهد فوق راس صغيرة قبل كبيرة. استعجلنا. استعجلنا يا طلال. كان لازم نسمع شو كبارية الحارة قبل ما نتصرف. لا استعجلنا ولا شيء. شو كل يوم نحن بنقدر نعرف إمتى الحاكم العسكري بفوت وإمتى بيطلع؟ يا باطل. يا باطل على السيرة. هلا واحد الله ابو العباس فوت لنكمل حديثنا جوا. لا اله الا الله. يلا يلا خذوا طريق. شريف يلا يلا. إلا امر الله انحبس وانحبس ماشي الحال، بس اني ما اشوفه ولا زوره ولا اطمن عليه واعرف الارضي. والله الله ما قال يا جماعه. الله يفرجها عليك يا ام حسن. الله يفرجها. والله يا ام عباس خايفه الله ياخذ امانته وما اقدر اشوفها الصبح. يو شو هالحكي اللي عم تحكي لك اختي؟ ان شاء الله بيطلع وبتجوزي وبتفرحي فيه وبتشوفي اولاد اولاده كمان. ان شاء الله. الله يسمع منك. يلا يلا. مسحي دموعي خالتي ام حسين، مسحي دموعك وتوضبي لتخبي لام حسين. ايه هيك ها، شد لي عزيمه خالتي ام حسين بهالحكي اللي مثل العصر. وحياة رحمة عباس وابو العباس تحت تراب ماني نسيانه وما بيعدالي بال لحتى محسن يشوف الشمس. لك روح الله يجور بخاطرك يا ابني مثل ما عم تجبر بخاطري. ولو يا خالتي نحن كلياتنا اولادك بغياب محسن. ها والله وقعز. شو صار بالقطايف يا مال الشام؟ جهزوا يا نور عيوني تكة وبكونوا جاهزين. يلا بس لنق لي ونحط لهم القطر. يلا الله يرضى عليكم. يلا السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. بخير يا بيب. والآية عمي؟ من بعد إذنك يعني ممكن تدلنا على بيت المختار أبو عزيز؟ خير عمي شو القصة؟ عاوزينه منشان موضوع ضروري جدا. عمي المختار أبو عزيز وكبارية الحارة مجتمعين ببيت حمزة الجابري. حمزة الجابري؟ وين بيطلع مين؟ شرفوا لدكم عليه. تفضل. شرف عمي شرف. مساك يا سيدي. بونسوار يا معمات. رح جهز لك العشاء. بس بسرعة لأنه أنا راجع فورا. كاميليا وين؟ بغرفتها. كاميليا. كاميليا. بونسوار. بونسوار شيري. Vas-y dépêche-toi. Raconte-moi tes nouvelles. Depuis ton départ, je n'en sais rien. Rassure-toi. Nous avons saisi le bout de fil. Je sais bien ce que tu dis. Mais comment? Explique-toi. Si les choses marchent comme je le souhaite, demain sera un grand virage dans ma carrière. Je l'espère bien, France. Tu es le meilleur qui a travaillé dans ce domaine. Et tu mérites toute appréciation, n'est-ce pas? Bien sûr. Wallele, rah dawrkon shil bata. Wa bi'izn Allah, rah taklu asabi'kon warahou. Wish el bata ya sidi. هي الكرم شافتني الخانو كيف قطعته وغسلته وقليته وطبخته. دوقوا وادعوا لي. وهي الأكلة ما حدا بيعرف يعملها غير أهلنا هون بالشام. allons-y. السلام عليكم.
يا ميت اهلين وسهلين بكبير القنوات. اهلين وسهلين عمي. مسيكم بالخير عمي. مسيكم بالخير عم. يا ميت اهلين وسهلين. اهلين شيخنا. اهلين يا ابني. يا ميت اهلين وسهلين. شرفوا شرفوا تفضلوا عمي. شرف يلا 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 يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ميت اهلين وسهلين. الله شرفوا اهلين وسهلين. أكيد هلأ إخواننا عم يسألوا عن سبب جايتنا بدون سابق موعد. بيتكم ومطرحكم عمي. شرفتوا شرفتوا. بارك الله بك يا ولدي. بارك الله بك. من آخره يا جماعة وبلا طولة سيرة، أنا وإخواني لما سمعنا بالمشكلة اللي حصل معكم قلنا نجي ونشوف شو ممكن نقدم كمساعدة. بارك الله فيكم وعليم الله شرفتوا وأنستوا. على الرحب والسعة. أهلا وسهلا فيكم وكثر الله خيركم. عليم الله جيدكم تتقل بالذهب يا جماعة. لا يا شيخ عبد الرحمن هذا واجبنا. حيوا كبارية القنوات أهل النحوة والحمية. الحقيقة يا جماعة يعني نحن حبينا نقعد مع الوجوه النيرة اللي مشان نشوف شلون بدنا نخلص من هالمشكلة اللي لا كانت لا على البال ولا على الخاطر. تفرج تفرج أبو عزيز. إن شاء الله. إن شاء الله تفرج. يعني شو رح يصير؟ بدهم يفوتوا على الحارة يفوتوا. نحن جاهزين. اي والله والله لناكلهم بلا ملح. لك طول بالك يا نعيم طول بالك. لصة كبيرة كبيرة كتير وما فيها مرجلة. لك فيها موت او حياة. بعدين شو بنا يا شباب؟ نسيانين انه الحارة فيها حريم، فيها اولاد صغار، فيها رجال ختايرية، يعني فيها عرض وشرف كل واحد فينا. وفوتت الفرنساوي على الحارة مو لعبة بنوب، والله العظيم مو لعبة. مزبوط ولا لا يا مروان؟ عمي يا عمي احكي عبيد مزبوط. وحياة عيونكم يا شباب لحتى نعلمهم درس بحياتهم ما ينسوه. وراح ياكلوا قتل حشك ولبك. ويا بروحنا يا بروحهم. لكن احنا اصحاب حق لك عمي. الله يجيب العواقب سليمه احسن شيء. امين يا رب العالمين. يلا شباب يلا كل واحد لمكانه. ما بدنا عيوننا تغفل. ها الله يرضى عليكم. ولا يهمك عمي عبيد، انا والشباب عيوننا 10 على 10. لا تاكل هم. واي حدا بحس بشي او بشك بشي على الحارك بيعمل مثل ما اتفقنا يا رجال. كلياتنا عندها. الله يحن عليكم. ما بدنا يصير شيء مو حاسبين حسابه لا سمح الله. صار عمي عبيد صار. يلا يا شباب يلا قولوا الله. يلا. يا بلاحة بيارك بيض والمآدن هللت وعيون وغيوم السماء ترسل حبال الدمع وعيون. يا 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 هانت يا روح الروح هانت. كلها كم يوم ونصير أنا وياك تحت سقف واحد. يا رب. لك يلا عمي هيك هجات من إيدي لجيب لك الثاني. خفي لي إيدك شوي عمي معزيم زادو. ميت أهلا وسهلا. بيت الضيق بساعة ألف الضيق. ودخيله الفهيم أنا. عمي شو سبب الجمعة اللي صايرة عنا؟ عمي صاير مشكلة بالحارة والكبارية ارتقوا يجتمعوا لي لا أولى حلة. شو المشكلة؟ لك عمي بعدين نحكي هلا مو وقت أخذوا العطاء. يلا. طيب مين هدول المهيوبين اللي فاتوا آخر شيء؟ لك عمي هدول كبارية حارة القنوات سمعوا بالمشكلة وجايين يفوتوا فيها محضر خير. أيوة. لك روح من وشي. وشي. يعلم الله يا جماعة لما سمعت بالنبأ غمرني السرور وحسيت راسي وصل للسماء. يعني شغلة مو معقولة بنوب نفر من رجالنا يحاولوا خطيفة الحاكم العسكري. إيه ما حصلت قبل بالشام. لا لا ولا لا يا بلا لا شبيب رجالة كل فارس حارس على باب بالنور مطرس شالة. الله أكبر يا وطن يوم الوغى ننده نقول الله. الله أكبر يا وطن اسمك مطرس بالذهب والفضة. نقول الله الله.
ولتوب الردى لنهى بالعدا ولتوب الردى إلا العالي بحلا الله 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 يوم الوغى من دهن يقول الله يا ما شكت روحي ويا ما ندهى القلب شرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصار فوح يا ريحان سلم أحبابي.